السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله كيف تمام حبايبي الكرام. اليوم رجعت لكم مقطع جديد مثل ما أنتم شايفين حبايبي الكرام. نزل متجر التخفيضات وأخيرا نزل متجر التخفيضات يا أحلى ناس. خلينا نروح ونشوف حظنا حبايبنا الكرام. جازوا حالكم نروح قبل ما نبلش. خلينا الشباب نروح جي لهون. طبعا شفتوا لي كده على اليمين، صرت على اليسار. أوكي حبايبي، مثل ما أنتم شايفين شباب، صراحة ما حبيت أعمل انترو ولا شيء شباب، حبيت أفتح الفيديو وأبقد يعني كيف ما أعرف، يعني حبيت أبلش الفيديو افتح المتجر، يعني متحمس كده اجيب، بس فقط حابب اجيب الدب، هدفي اني اجيب الدب الصراحه، فهمتوا علي؟ ليك حبايبي انا دخلت على المتجر جديد شوي، تاخرت يعني تقريبا صار زمان نازل المتجر. اوكي حبايبي خلينا نشوف حظنا حبايبي، ان شاء الله يكون حظنا حلو كتير 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 كتير, كتير, كتير حلو. طبعا شباب لا قبل ما نبلش المقطع لايكاتكم شيراتكم وبارتاجاتكم دراري، ولا تنسوا حبايبي تجون على البث مباشر يوميا، بنعمل فعاليات ونعمل بنربح جواهر وكل شيء. اوكي حبايبي على الفيسبوك رابط موجود بالوصف. قول بسم الله ليتس جو. قول لي واو 86 86 حبايبي. اوه لا 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 ما بعرف الصراحه، يعني حبيب يعني 86 69 يعني والله ما بعرف، يمكن اسطوري مش اسطوري ما بعرف حبايبي، يعني ما بعرف 86 و59 هون. اوه لا 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 الصراحه شباب يعني خايف، يعني 35 39 خلينا نجرب مره نشوف حظنا ان شاء الله، لانه 86 شباب يعني هي اول مره 86، يعني انا متفاجئ. سووني شوي. طبعا شباب راح اشرح لكم المتجر كيف يكون. المتجر كثير سهل شباب، ما بده يعني والله انا شايف انه لو روحت علي الضربه يا حبايبي، روحت علي الضربه شباب، راحت علي اكبر حظ راح علي. 36 55 كان 86 كان عندي حظ حلو ونسيت. يلا كان يعني كثير حلو، كان ما عرفنا نشوف 35 شباب الصراحه يا ريتني كنت مأكد اندمت. انا الان ندمان حبايبي الكرام، ندمان صراحه، ندمان. راح يلا بليز 81 الصراحه حبايبي خلاص يكفي لحد الان، هيك كفو خلاص متاكد. اوكي حبايبي شباب الامر سهل كتير. اوكي حبايبي يعني كل ما نشتري الاشياء الموجوده على اليمين وعلى اليسار، كل ما بيرتفع نسبه التخفيض. تمام راح فرجيكم حبايبي مثل ما انا شايف. طبعا انا حبايبي راح نشتري اشياء اللي بيهمونا. طبعا ما عندي شيء كتير مهم اني اشتري حبايبي، يعني راح نشتري شويه اشتري هالام بي 40 بس، ولكن عندي تخفيض 20 هون. ثواني لون حبايبي هون عم بقول تم التفعيل. راح نروح نشتري مثلا القسيمة هاي. تمام لازم اذا ننفق 200 جوهرة كاميرا بيرتفع لفوق، خلينا ننفق هاي نشتري مثلا هال 200. اوكي اولي ها طبعا شفتوا حبايبي اشترينا، صار عنا شو اسمه تم تفعيل التقسيمات اللي على اليمين. تمام خلينا نشتري شوية البطاقات هاي، البطاقات هاي حلوين. طبعا خلينا نعمل شراء نشوف قسيمة، ثواني بس. عندنا هون التخفيض صار 133، اول تخفيض 33 400 يعني حلوين نشتري لوز. عندنا هون يا شباب صار التخفيض 81 مثل ما انتم شايفين، هيك بنقدر نجيب السكين هذا. اوكي حبايبي ندخل نعمل شراء هون. طبعا شباب هون عندنا بنقدر نشتري ثلاث مرات القسائم اللي بدنا اياهم. تمام انا الصراحه راح اختار هاي عشان يجيني تخفيض ال 81 عشان مثلا اعمل تاكيد. اوكي هيك صار كلفنا 284 للسكين، لاحظتوا علي كيف 284 السكين هو نفسه. طبعا معنا ثلاث كوبونات حبايبي اللي هي هذول الموجوده على اليمين فوق. اوكي بنقدر نستخدمهم ماشي حبايبي، وعندكم اذا بتحبون ما فهمتوا على الوقت مكتوب كل شيء مثلا هون شو مكتوب، في كل مره تقوم فيها شراء جائزه صغيره يسهم تحديث العنصر الى عنصر جديد على فوق، فهمتوا على كيف؟ يعني كل ما بنشتري شيء صغير بيتحول العنصر. تمام خلينا شباب نعمل شراء لهذا. طبعا هذا نص القيمه 625، لان احنا رح نعمل هالقيمه يعني 81. اوكي يلا طبعا بالنسبه لل 656 هي غير محدوده، فهمتوا على كيف؟ نعمل تاكيد ابلع. نعم حلو لوز
لوز اللوز. اوكي حبايبي، طبعا حبايبي شيء كتير مهم اللي حبيت اقولكم اياه كمان قبل يعني قبل ما نبلش حبايبي. طبعا حبايبي الموجوده على اليمين، العناصر الموجوده على اليمين دائما تتغير، تمام حبايبي الكرام. ولكن شيء مهم كتير شباب قبل ما تركزوا معي، عندكم هون في فوق تركز معي. طبعا حبايبي راح انا راح له هون، طيب راح اجي لعندكم. اوكي حبايبي، اوكي نزل حالي شوي لانه ما عم تشوف كل الاشياء الموجوده. طبعا حبايبي على اليمين، اوكي على اليمين حبايبي موجود 17 يوم ودقيقه والى اخره، فهمتوا علي شباب؟ يعني بعد 17 يوم حبايبي راح يتجدد المتجر، تمام راح يتجدد اوكي يا حبيبي، وراح يتجدد يجيكم جوائز اخرى، فهمتوا علي؟ ولكن كل شيء على اليمين وعلى اليسار وهذول هنا موجودين هون تحت، هي تحتي مباشره، هي مثلا انا اقدر اشتريها بدون مشكله، فهمتوا علي؟ يجيني تخفيض نصف القيمه، اوكي راح نجيبها كمان نكمل عادي، اوكي حبايبي، بس ولكن راح ننتظر الايام الجاي، ماشي يا اساطير؟ الايام الجاي عشان يتحدث وناخذ الجوائز اللي موجوده بالصوره المتجر التخفيضات. حبايبي الكرام ركزوا معي منيح كثير، طبعا شباب انا حصلت على هذا السكين ولكن راح نكمل شباب ناخذ شويه دور من هالقصايم يعني بيفيدونا كثير. القصايم هذول راح اجيبهم، طبعا بالنسبه لكل شيء موجود على اليمين كل شيء عندي يعني ما يلزمني الصراحه يعني حبايبي، بس ولكن يعني راح نشتري شوي كمان شويه شغلات صغيره مثل القصايم هذول اللي راح نشتريهم. طبعا هون باقي عندي اثنين من القصيمات بقدر نستخدمهم، بس ولكن انا ما حستخدمهم الان حبايبي الكرام، راح نستخدمهم لما يجي يتجدد التخفيض. اوكي حبايبي تعال نختار هون، ناخذ نصف القيمه 24، ناخذ نصف القيمه حبايبي هذا هو، وراح اجيب شوي من هذول الام بي 40ات كمان، البوم بي 40 الاسود يعني، يعني نشوف ايش ما راح نجربه، بدي اروح اشوفه لانه صراحه ما كنت عارف شو موجود عنده حبايبي. مجموعه جوارب موجوده عنده، موجوده تم الانفاق موجود عنده فوق على اليمين، موجود صرفنا تقريبا 2130 جوهره، باقي 1400 راح نخليهم ونشوف شباب باليوم الجاي شو راح يتغير. ثواني خليني نروح بس على القسيمة هذا اللي جبنا ال وين هي، ثواني بس نروح على الخزنة، نروح على الصناديق، هذا هو السبب الصندوق هذا. اوكي حبايبي، اوكي ماشي طب ماشي عرفته، فكرت كان في واحد غير بس ولكن هذا كتير كويس يعني فيه معدل الذخيرة والطلق. صراحة خلينا نفتح نجرب. قول لي اوكي حبايبي هذول راح نخليهم لايام جديده لما نجمعهم شوي حبايبي. هذول نقدر نفتحهم عادي بعد الليك، هذول عنا اياهم. اوكي anyway. بالنسبه للباقه حبايبي، هي الباقه حبايبي جبناها جديده الصراحه يعني حلوه، ما اشبه هالشيء، شيء مرتب حلوه يعني تشبه الباقه ال هذا تبعت ال وينو هاي يعني يشبهش فيه شبه يعني يشبهوا بعضهم، فهمتوا علي كيف؟ بس ولكن حلو كتير 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 حبايبي الكرام ان شاء الله. لا لازم قبل ما ننهي المقطع لازم نلبس الجبنه الجديد. وين الباقه نفتحها؟ وين هي؟ هي شايفين لازم نفتحها. لا هي لازم افتحها، لازم نجربها. هاي هي الباقه حبايبي مثل ما انتم شايفين حبايبي، عجد حلوه كمان شيء مرتب. البنطال حلو كتير كتير حلو. اوكي حبايبي راح ننتظر بالنسبه للمتجر، راح ننتظر شباب قبل ما نبلش. شباب بطلب من الجميع انه يقرا منيح لانه حبايبي انا بصراحه بدي هذا الدب بدي الدب هذا يا حبايبي. اوكي حبايبي هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس شباب. ان شاء الله استفدتوا من هذا المقطع، انتبهوا كثير ان شاء الله استفدتوا حبايبي، وشوفكم فيديوهات جديده حبايبي، واعطونا رايكم بالفيديوهات النازله جديده حبايبي، عم ننزلكم عم نعمل شويه تغيرات مش دائما بنحرق الاحداث والى اخره. اوكي حبايبي شكرا للجميع، وشوفكم مقطع جديد، تشاو.